بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي الأفاضل، تلاميذي الأعزاء، تلاميذ الثالثة والرابعة متوسط، راح نشارككم الدرس اللي قدمته لتلاميذي للرابعة متوسط، وكان العنوان Possessive Pronouns. لكن قبل ذلك حبيت انه كان نراجع لهم، راجعت لهم، درت لهم اربع اعمده على السبوره، وبدينا من الاول. اول انه في اول سنوات اللغه الانجليزيه كي نتعلموا اللغه الانجليزيه نبداو بالسبجكت بريناونز، الضمائر الخاصه بالفاعل. هي اي، هي سبعه: اي، يو، شي، هي، ات، وي، وذي. واكدت انه هذه الضمائر تحتاج الى فعل، ما نقدرش نديرو ضمير هذا في جملة بدون فعل. ونعرفوا أن الجملة باللغة الإنجليزية لازم يكون فيها فعل، إذا لازم يكون أحد هذه الضمائر في اللي هي subject pronouns. بعد ذلك عرشت على العمود الثاني اللي هو possessive adjectives: my التي تدل على الملكية، ما أملك، my، your، her، his، its، our، their. وقلنا أنه دائما هذو ما يجوش وحدها، بعدها مباشرة لازم لها اسم. It means that the possessive adjectives need a noun، لازم لها اسم، مع أنها الصفات دائما تحتاج إلى موصوف. إذا قلنا هذه possessive adjectives. بعد ذلك انتقلنا إلى object pronouns. Object pronouns باللغة العربية احنا عندنا ممكن تكون مفعول به، ممكن تكون مضاف إليه، ممكن تكون اسم مجرور، يعني كل الضمائر المتصلة بهذا يعني مفعول به، في محل مفعول به، مضاف إليه، اسم مجرور. هي سبعة أيضا: me، you، her، him، it، us، وthem. وقلنا object pronouns كما راكم تلاحظوا كان بعض النقاط الحمراء، يعني بعد كل object pronoun يعني نقدر نتوقفوا في هذه، يعني ممكن الجملة نوقفوها في هذه، يعني تكون عندها معنى تام ويكون هذه الكلمات آخر الجملة. انتقلنا الآن إلى الدرس possessive pronouns، وقلنا أنه possessive pronouns هي ضمائر تدل أو تجمع ما بين possessive adjectives والنون في العمود الثاني. يعني إذا قلت it is my sweater، نحي my ونحذف sweater أيضا ونقول it's mine، لكن بشرط أنه هذا possessive pronouns تكون الاسم مذكور من قبل، أنه ما نقدرش مباشرة نقول it's mine ولا it's yours ولا their، hers and so on. إذن هنا نلاحظوا أنه لازم تكون الجملة مقبل تكون مذكور فيها الاسم باش نقدروا نقولوا هذا لي، إنه لي، لكن ما هو، نكون ذكرنا الاسم من قبل. إذا راح نوضح إن شاء الله بإذن الله في جمل توضح مليح إذا هذه possessive pronouns متى نوظفها أو متى نستعملها. نلاحظ أيضا أنه هذه الكلمات هي تشبه possessive adjectives، لكن أضفنا لها الأس في الأخير إلا mine. إذا لدينا هذه الجملة this is my bedroom، نقول this is mine. الجملة الثانية those are her novels، those are hers. إذن عوضنا her novels ب hers. كما قلنا أن possessive adjective مع noun تساوي possessive pronoun. إذن تلاميذي الأعزاء أنكم أرجو أنكم استفدتم من هذه الحصة، شاركتكم بها، درتها للتلاميذ تاعي تاع سنة رابعة متوسط. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.